الغرض من مهارة ضبط النفس هو المساعدة في تحقيق الأهداف التي يعني يريدها الإنسان. إذا لم يتمكن الإنسان من السيطرة على نفسه فده في حد ذاته فشل. ضبط النفس من تزكية النفس اللي جاءت الشريعة وأمرت بها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ضبط النفس عند الغضب من صفات عباد الرحمن. ربنا تبارك وتعالى تكلم عن عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومن أسماء ربنا الكريم الحليم، قال الله رب العالمين: إن الله غفور حليم. الحليم معناه إن هو ذو الصفح والأناه الذي لا يعجل بالعقوبة مع المقدرة. فربنا تبارك وتعالى لا يستفزه غضب ولا يلحقه جهل جاهل ولا عصيان عاصي، بمعنى إن ربنا تبارك وتعالى هو اللي بيسامح الجاني مع إن الجاني يستحق العقوبة والمؤاخذة بالذنب. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يشاهد معصية العصاة ويرى مخالفة الأمر، لكن لا يستفزه غضب ولا يحتريه غيظ ولا يحمله شيء على المسارعة إلى الانتقام مع غاية الاقتدار منه سبحانه وتعالى. قال الله رب العالمين: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وتعالوا ناخد بعض الأمثلة. سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مكث 1000 سنة إلا 50 عاما في الدعوة إلى الله عز وجل، وهو يدعو قومه في أنات ورفق وحلم ولين. لكن لما عرف وتيقن إن هم لن يؤمنوا أبداً على الإطلاق بسيدنا نوح ولا بالله رب العالمين، دعا عليهم دعوة أغرقت العالم ولم ينجو إلا الذين آمنوا، زي ما ربنا تبارك وتعالى وصف ذلك في القرآن. وربنا تبارك وتعالى وصف بعض أنبيائه أيضاً بالحلم، قال عن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وكذلك الأمر وصف ابن سيدنا إسماعيل عليه السلام بالحلم، فقال الله رب العالمين: فبشرناه بغلام حليم. وردت آيات قرآنية كثيرة جداً تشير إلى هذا الخلق الفاضل، بل تدعو المسلمين إلى ضرورة التحلي بالحلم وضبط النفس عند الغضب. قال الله رب العالمين في وصف المتقين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فبدأ ربنا يصف المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال سبحانه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. بعض الناس بتستخف التوافه فيبدأ يغضب سريعا، ومنهم من تستفزه الشدائد فيبقى رغم وقعها الأليم لكن محافظ على رجاحة عقله وعلى لين خلقه وعلى ضبط نفسه، يبقى ضابط النفس. ومن هنا كانت الناس درجات، ودرجات الناس تتفاوت في الثبات أمام المثيرات، أمام الشيء اللي هو ممكن يغضبهم. وأنبياء الله عليهم السلام كانوا في القمة العالية في ضبط النفس، هذا الخلق العظيم الكريم اللي هو قضية الحلم والصفح. سيدنا هود عليه السلام رغم شتائم قوم سيدنا هود له ورغم اتهامهم له بالسفاهة، لكن كان بيرد عليهم بكل بساطة، بيقول لهم: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. اللي يبدأ يطالع سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام يجد النبي عليه الصلاة والسلام كان ضابطاً للنفس، كان حليماً صلى الله عليه وآله وسلم، لم ينتقم لنفسه قط أبداً على الإطلاق، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غضب لا يغضب إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله عز وجل. فيبدأ النبي يغضب لانتهاك حرمات الله تبارك وتعالى. ومن هنا كان نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الغضب حين قال له رجل: علمني شيئاً يا رسول الله ولا تكثر علي. يعني يقول لي: يا رسول الله وصية جامعة مانعة لكن لا تكثر علي يا رسول الله. ليه؟ قال الرجل: لعلي أعي الوصية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. مع إن ده على العكس تماماً مما كان عليه العرب. العرب كانوا يفخرون بأنهم يلاقون الجهل بجهل أشد، حتى كانوا يقولوا كده في الشعر: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. لكن لما جه الإسلام
النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. جاء الإسلام ليقيم أركان المجتمع على الفضل وعلى الأخلاق، فإن تعذر فعلى العدل، ولن تتحقق هذه الغاية إلا إذا هيمن العقل الراشد على غريزة الغضب ويكون فيه ضبط للنفس. ومن الناس من لا يسكت عند الغضب، دايما هو في ثورة دائمة، دايما هو في تغيض. هذا الإنسان يعلو يعلو يعلو، هكذا يكون عبوسا، يكون قمطرير، إذا مسه أحد يبدأ يرتعش كذا كالمحموم، ويبدأ يلعن ويطعن ويسب ويشتم. لكن الإسلام بريء من كل هذه الخصال السيئة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. حتى السيدة عائشة رضي الله عنها كان يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله. وخلي بالنا إن الإيمان كلما زاد في القلب زادت معه السماحة، كلما زاد الإيمان زاد الحلم، كلما نفر المرء من طلب الهلاك والغضب للمخطئين في حقه كلما زاد الإيمان. لذلك لما واحد راح للنبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة بيقولوا لسيدنا النبي: أدعو على المشركين والعنهم يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث لعانة وإنما بعثت رحمة. وصدق الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حياة النبي عليه الصلاة والسلام مليئة بنماذج الحلم والصفح وضبط النفس عن كل المسيئين للنبي عليه الصلاة والسلام. كان سيدنا النبي نموذج عملي لما يدعو إليه. قال الله رب العالمين في حق النبي وفي وصف النبي عليه الصلاة والسلام: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله تعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. سيدنا أنس بن مالك بيقول: في يوم من الأيام كنت ماشي مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه برد نجراني غليظ الحاشية اللي هي بتاعته غليظة، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة، حتى يقول سيدنا أنس: نظرت إلى صفحة عاتق النبي، إلى رقبة النبي عليه الصلاة والسلام، قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبة الرجل. والراجل الأعرابي بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: مر لي من مال الله الذي عندك. يقول سيدنا أنس: التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأعرابي وهو يبتسم يضحك، ثم أمر له بعطاء. النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفزه هذا الحمق، لكن ضبط النفس عليه الصلاة والسلام، وكان حليما، وصدق الله: بالمؤمنين رؤوف رحيم. المثال الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام بيرتقي درجات الكمال، حتى إنه كان بيدعو بالهداية لمن أذاه، لا يدعو عليه بل يدعو له. سيدنا عبد الله ابن عبيد يقول: لما كسرت رباعية النبي عليه الصلاة والسلام وشج في جبهته، قال: فجعلت الدماء تسيل على وجهه. قيل: يا رسول الله، ادعو الله عليهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يبعثني طعانا ولا لعانا، ولكن بعثني داعية ورحمة. وبعدين بدأ النبي يدعو، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. عندما عصت قبيلة دوس في بداية أمرها، قدم الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأصحابه على النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت، فادعوا الله عليها، هلكت دوس يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد دوسا وأت به. في نصيحة، نصيحة بيرويها سيدنا جابر بن سليم، بيقول: وفد أعرابي على النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتعلم الإسلام، والراجل ده ما كانش عنده معرفة سابقة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا عارف النبي بيدعو بإيه. فقال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، يعني يأتمروا بأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. فهو بيسأل: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدخل على النبي فقال: عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله. فالنبي قال له: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، لكن قل: السلام عليك. فقال: أنت رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا رسول الله.
الذي إذا أصابك ضر دعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة اللي هي جد دعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قل تعهد إلي يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبن أحدا. شوف الوصية الجميلة دي، يعني كن حليم، عندك ضبط للنفس. قال: لا تسبن أحدا. فالراجل بيقول: فما سببت بعد حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. قال: ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. ثم قال: إن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فخليك أنت حليم، فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليك، كما رواه أبو داود. وسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه بيقول: قيل يا رسول الله أدعو الله على المشركين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانة. بالحلم ده وضبط النفس ملك النبي عليه الصلاة والسلام القلوب والعقول صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان المسلم دايما يقدم النصيحة برفق، يخلص النية لله تبارك وتعالى، لا يغضب لأن رجلا مثلا تحدث معه بطريقة لا تليق أو لا تناسب مقامه، لا بد أن يكون حليما، يبدأ يتذكر النبي عليه الصلاة والسلام، يجعل سيد النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يمكن اعتبار ضبط النفس نوع من أنواع التدريب الانتقائي، خلق عادات لأفكارك وأفعالك وكلامك عشان تطور من نفسك حتى تصل إلى أهدافك. خلي ضبط النفس، خليه هو من أهم مهماتك في هذه الحياة، كما يمكن للإنسان الذي يعني يريد أن يضبط نفسه أن يكون هذا الضبط هو على الأقل تدريب كل يوم، كل يوم يحاول أن يضبط نفسه. ولينظر هذا الإنسان إلى ضبط النفس كمسعى إيجابي بدل رفضه أو إنكاره، وهنا يبدأ يقرأ كثيرا في كتاب الله، ويقرأ كثيرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويحاول أن يدرب نفسه. قال الله رب العالمين: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. كان في واحد اسمه معن بن زائدة، كان أميراً على العراق. معن بن زائدة كان مشهور بالحلم الشديد وضبط النفس. في واحد أعرابي حب يختبر حلم معن بن زائدة، دخل عليه الأعرابي وهو الأمير، أمير العراق، فقال له على طول كده: أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير؟ يعني أنت كنت قبل كده ولا شيء. فمعن قال: أذكر ذلك ولا أنساه. طبعاً ما قالوش أنت إزاي تكلم الأمير بالطريقة دي. فالأعرابي فقال له: سبحان الله، سبحان الذي أعطاك ملكاً وعلمك الجلوس على السرير. فمعنى قال له: سبحان الله. فقال الأعرابي: فلست مسلماً إن عشت دهراً على معنى بتسليم الأمير، مش هقول لك السلام عليك أيها الأمير. فمعنى قال له: يا أخ العرب، السلام سنة، وشأنك في الأمير، تسلم ما تسلمش ده السلام سنة. فقال الأعرابي: سأرحل عن بلاد أنت فيها ولو جار الزمان على الفقير. كل ده حتى يستفز معن. فمعن قال له: يا أخ العرب، إن جاورتنا فمرحبا بك، وإن ذهبت فمصحوبا بالسلامة. طبعا معن بن زائدة أمه اسمها زائدة، لذلك لقب معن بن زائدة. فهو بدأ يسب معن حتى يستفزه، فقال: جد لي يا ابن ناقصة بشيء فإني قد عزمت على المسير، يعني اديني مال عشان خلاص أنا همشي من الأرض اللي أنت فيها. فقال معن: أعطوه 1000 دينار يستعين بها في سفره. أخذها الأعرابي وقال له: قليل ما أتيت به وإني لأطمع منك بالمال الكثير. فقال معن: أعطوه 1000 أخرى. فقال: سألت الله أن يبكيك ذخرا، فما لك في البرية من نظير. فقال معن: أعطوه 1000 ثالثة. فقال الأعرابي: يا أميرة العراق، ما جئت إلا مختبرا لك، أنا جاي أختبرك بس، أستفزك، شوفك فعلا هتضبط نفسك ولا لا. فوجدت أن الله جمع فيك حلما
لو وزع على أهل الأرض لكفاه. قال معه: يا غلام كم أعطيته على نظمه؟ قال: أعطيته 3000 دينار. قال: أعطوه على نثره مثلها، يعني ادوه كمان 3000، يبقى كده خد 6000 دينار. فأخذها ومضى في طريقه شاكرا لكرم، فصار يضرب به المثل في الحب يقولوا كده أحلم من معن بن زائدة. سئل معن بن زائدة عن سبب امتناعه عن إيقافه عند حد، فسأل: إذا نبح الكلب عليك هل تنبح مثله؟ قال: لا. طيب إذا رفسك حمار أكنت ترفس الحمار؟ قال: لا. إذا نطحك ثور هل تنطح هذا الثور؟ قال: لا. فأجابه: إن السفيه لا يمتاز عن تلك الحيوانات لاشتراكه معها في أقبح صفاتها وهي الشراسة والحماقة. فلذلك السائل اللي كان بيسأله اقتنع بهذا الجواب وانصرف، ويقول: لا غرابة إذا سعد كبار العقول. فالقوي هو من يقضي مغيظة لا ينفعل لأتفه الأسباب، وعندئذ يتأثر الناس بأخلاقك الحسنة وحلمك الجميل. لكن في بعض النصائح كده تعالوا نقولها عشان تمكننا ألا نتجاوز الحد وأن نطور من أنفسنا حتى نضبط النفس. أول حاجة، ضبط النفس يا جماعة من خلال تحليل الحياة من أجل بلوغ الشخصية المتوازنة. الإنسان لما يبدأ يحلل كل جزئية مهما كانت صغيرة أو كبيرة من حياته، هيبدأ يتمكن من تسليط الضوء على الجوانب والأحاسيس التي ينبغي السيطرة عليها، التي ممكن تشكل نقص أو عيب في الإنسان. يبدأ يسأل نفسه: هل لدي مشكلة مثلاً في كيفية التصرف مع الانتقادات ولا لا؟ هل في خوف دائم من الفشل أو الرفض ولا لا؟ لما يفهم الإنسان ذاته ويبدأ يحدد أحاسيسه العميقة دي، يبدأ يتعرف على الأسباب الكامنة وراء مثل هذه الأمراض الخفية التي قد تسبب مثلاً خلل في حياة الإنسان. ومن هنا يقدر الإنسان أن يتجاوز هذه الأخلاق السيئة. الأمر الثاني، ضبط النفس كمولد للتحفيز. مجرد انتقاد أي إنسان ينتقدك أو أي انتقاد موجه إليك ممكن يبعدك بعيداً، ممكن يخليك تتصرف تصرف غير لائق غير محسوب. ولذلك عشان تتفادى مثل هذه التصرفات العشوائية، يتعين عليك اللي أنت تمرن نفسك على إزاي تتحكم في غضبك، تتحكم في نفسك، زي استخدام مثلاً أي رياضة من الرياضات. يتعين إذن اللي أنت تبحث عن أنشطة موازية تبدأ تمكنك من استعادة بعض الاستقرار النفسي لحياتك مرة تانية. الأمر الثالث، ضبط النفس ده تقويه الثقة في النفس. خلي بالك التفاعلات الاجتماعية بتقوم على هذا النحو. دائماً هتقابل أشخاص مستعدين إن هم يغضبوك، إن هم يزعزعوا استقرارك. لو حدثوا بلغوا هدفهم ستكون أنت الخسران، أنت الخاسر الأكبر. على العكس، لو أنت نجحت في إدراك أنك أكبر من هذه الحركات، في الوقت ده هتكون أنت الناجح الأكبر مش الخسران. أشخاص يحسدونك مثلاً، يغارون منك، ماذا تفعل بآرائه؟ الثقة بالنفس تحديداً هي تلك القدرة على عدم الخضوع لنظرة الآخرين. لكي تضبط أحاسيسك يجب أن تفسح لها المجال عشان تعبر عن نفسها. اوعى تكبتها، لكن بشرط ألا تسمح لها أن تملي عليك شيئا. فيا رب، اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعماء، يا باسط الرزق، يا كثير الخيرات، يا واسع العطاء، يا دافع البلاء، ويا سامع الدعاء، ويا حاضرا ليس بغائب، ويا موجودا عند الشدائد، يا خفي الألطاف، يا حليما لا يعجل، اللهم الطف بنا في تيسير كل أمر عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير.